السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم إليس مفتاح من محترفي الحماية. إذا في هذه الحلقة أريد أن أشارككم إحدى الحلول لمشكل صادفني البارحة، عندما أردت نشر إحدى المواضيع على مدونتي. كان داخل الموضوع كود HTML. هذا الكود HTML يجب على القراء للموضوع نسخ ذلك الكود، لكن المشكلة عندما أقوم بنشر الموضوع يقوم المتصفح بتنفيذ ذلك الأمر الـ HTML. سأريكم مثال. إذا هذا مثلا هذا هو الموضوع الذي أريد نشره، وسأقوم هنا بنسخ كود الـ HTML. إذا هذا هو نفس الكود الـ HTML الذي كان في موضوع البارحة. عندما أقوم ب بيبليي للموضوع، إذا يجب على هذا الكود في الواقع أن يبقى داخل الإطار، لكن سنلاحظ أن المتصفح سيقوم بتنفيذ الكود الذي يوجد داخل الإطار، وبالتالي سيختفي الكود من داخل الإطار وسيقوم بتنفيذه. إذن كما تشاهدون هنا، هذا هو الإطار أصبح فارغا، والكود الـ HTML تنفيذه هو الإطار الذي نراه هنا. إذن كما لاحظتم، وبالتالي لن أستطيع أن أجعل الكود داخل الإطار دون أن يقوم المتصفح بتنفيذ ذلك الكود. إذن ما هو الحل؟ الحل هو بسيط جدا، كل ما علينا فعله هو تحويل هذه المعقوفات هاتين المعقوفات بكاركتر مختلف الذي نلاحظه هنا. إذا قمت باستعانة بهذا الموقع. هذا الموقع ماذا يقوم بأخذ الكود الـ HTML ويحول جميع المعقوفات المتواجدة داخل ذلك الكود إلى ما شاهدناه الآن. إذا كما تلاحظون قام بتحويل جميع المعقوفات إلى A logic alt، و ماذا هناك ماذا آخر؟ وي A GT نقطة فاصلة. إذا تو سامبلومون سأقوم بنسخ الكود وإلصاقه داخل الإطار، وستلاحظون النتيجة الآن. سيصبح الكود كما كنت أريده في الأول دون أن يقوم المتصفح بتنفيذه. مثلا الكود على الشكل التالي، ولم يقم المتصفح بتنفيذ ذلك الكود. إذا أتمنى أن هذا الشرح قد راق لكم. لا تنسوا أن تشاركونا باقتراحاتكم وآرائكم وتساؤلاتكم. شكرا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. كان معكم إلياس مفتاح.